قسم بالله اني مره خلاص معصبه. ماجد المهندس جايب بكليب الاخير عارضه الازياء هذه بنت شايك الروسيه. فوز العتيبي تنتقد ماجد المهندس وتؤكد انها عالميه. انا عالميه اذا ما تدرون. ظهرت فوز العتيبي في مقطع فيديو مصور لامت فيه ماجد المهندس على الاستعانه بالعارضه الروسيه بدلا منها. ماجد المهندس جايب بكليب الاخير عارضه الازياء هذه بنت شايك الروسيه. واكدت فوز العتيبي ان الفنانين العرب مهتمين بالعارضات الاجنبيات ولا يلقون بالا بالمودلز العربيات التي قد يساهمن في نجاح اعمالهم بشكل اكبر. طبعا هو على اساس انها عالميه وبيطق كليب وما ادري ايش. وقالت فوز العتيبي ان ماجد المهندس اخطا باختيار إريك شايك في اغنيته الجديده وعدم اختياره لها رغم انها كانت تتسبب في نجاح الاغنيه بشكل اوسع. يعني تخيلوا مشاهداتهم اللي جابوها في 6 ايام اجيبها انا اجيب في ساعه. واكملت فوز العتيبي قسما بالله اني معصبة. ماجد المهندس احضر في كليبه الجديد عارضة الازياء الروسية هذه ابنة شايك الروسية. قسم بالله اني مرة خلاص معصبة. ماجد المهندس جايب بكليب الاخير عارضة الازياء هذه بنت شايك الروسية. طبعا هو احضرها لانها عارضة ازياء عالمية حتى ينتشر الكليب، والله لو استعان بي لكان الكليب نجح اضعاف ما نجح معها. طبعا هو على اساس انها عالمية وبيطق كليب وما ادري ايش، والله لو جايبني اللي يطق كليب دبل الدبل. واكملت متحدثة عن انها شخصية عالمية. انا عالمية اذا لا تدرون، حتى القنوات الروسية تتتبع اخباري، شيء يعصب. تستعينوا باجنبيات وانا مشاهداتي في ساعة تتجاوز مشاهدتها في يومين. في ساعة مليون، هم جايبين في 6 ايام مدري كم جايبين. أنا عالمية إذا ما تدرون. وأكملت عموما خذوها قاعدة، أنا ما في أحد في الشرق الأوسط عالمي مثلي، أتوقع إني أنا المشهورة السعودية الوحيدة العالمية. وعموما يعني خذوها قاعدة، كل اللي في الشرق الأوسط المشاهير ولا واحد فيهم عالمي مثلي. شيء حزين أن الصحف والقنوات الأجنبية مهتمة بي وتتتبع أخباري وهنا لا يهتمون بي. حتى إعلام بلادها روسيا يستقطب أخباري. وأردفت ما أتوقع يكون في شخص من مشاهير السوشيال ميديا القدامى أو الجدد عالمي مثلي. القنوات العالمية لا تهتم بهم ولا يكتبون عنهم خبرا واحدا مثلي أنا. تعلمون لماذا؟ لأني شخص كاريزميته عالمية، أحظى بالسلام العالمي من كل دول العالم، لأن ستايل حياتي ليس محليا فقط ولكن ستايل حياتي يناسب كل شعوب العالم. فشيء منرفز انكم تروحون تجيبون اجنبيات وتخلوني، صراحه شيء مره يزعل. والمشكله انا مشاهداتي بساعه اكثر من مشاهداتها هي في انستغرام من يومين. وبعد ذلك التصريح تعرضت فوز العتيبي لعدد من الانتقادات بسبب رسالتها للفنان ماجد المهندس، حيث سخر الجمهور من طريقتها في انتقاد المهندس. وقال البعض في تعليقاتهم: يعني انت تظنين نفسك مشهوره اكثر من إريك شايك؟ ما هذا الغرور الذي أصابك؟ أنت لا أحد يعرفك سوى بعض المتابعين الذين يسلون أوقات فراغهم بفيديوهاتك، بينما هي شخصية عالمية. أنت تقارنين نفسك بإريك شايك وترين أنك أفضل منها. لا أعتقد أن أحد يتفق معك في هذا الموضوع سوى أهلك. وأضاف آخر: اتركي للناس الحرية في الاستعانة بما يشاءون من المشاهير. هل فرغت الدنيا إلا من فوز العتيبي؟ الرجل الحر يستعين بما يشاء، ما دخلك في هذا الأمر؟ تعملين مخرجة هذه الأيام يا فوز ولا أحد يدري. أغنية وعرفتك مكتوبة باللهجة المصرية وهي من كلمات المستشار تركي آل شيخ ومن ألحان وليد سعد وتوزيع جلال حمداوي، والفيديو كليب تحت إشراف المخرج التركي نيهات أوداباسي ومن إنتاج روتانا. عزيزي المشاهد ده كان الخبر بتاعنا النهاردة، أرجو أن يكون كان مفيد ليك، وتابعونا لمزيد من الفيديوهات. كان معكم شريف ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.